أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأحد الموافق 11 يونيو 11 حزيران 2023، هيكون من الصعب عليك انك تعرف تنظم مهماتك بشكل يومي في اليوم ده. هيتعين عليك انك تراعي كل حالتك المزاجية، كل رغبات الأشخاص اللي حواليك، بغض النظر عن كل توقعاتك وكل مواقفك في اليوم ده. مش هيكون الموضوع ممل بشكل كبير لأنك لازم تتأقلم مع كل الأحوال. هتفتكر بعض منكم أخبار مهمة وصلت ليكم، في دعوات ممكن تبقى مقترحات جديدة في حياتكم في اليوم ده. هتتجولوا بشكل كبير ما بين مهام مختلفة، ما بين أفكار جديدة، ما بين حالات مزاجية مختلفة عن اللي انت متعود عليها. كل الأشخاص النهاردة هيكون ليهم يوم في تواصل صعب شوية، في توتر عندكم في أي علاقة بتكون مع شخص حواليكم. هتقابلوا لأول مرة النهاردة تعقيد في العلاقات، في شخص هيبقى عنده شخصية صعبة جدا في البداية، هيبتدي يمر بتوتر ومعارضة وصراع مع شخص هيبقى من دايرة أصدقائه ومعارفه وأقربائه في اليوم ده. هيبقى اليوم مناسب جدا لو حبيت تتكلم مع أشخاص انت بتتوقع انهم يقدموا لك خدمة هتبقى بتفيدك بشكل كبير، في مساعدة في حاجة معينة انت بتكون مستني تتلقاها منهم. هتعرف تبقى في محادثات حلوة حول مبيعات انت بتعرضها او تفاوض على صفقات تجارية عندك في الشغل، في عمليات شراء رئيسية جدا للبيت او حتى للعربية اللي انت بتمتلكها. كل الحاجات اللي بتبقى بتأثر على الأشخاص اللي حواليك بطريقة مختلفة. هتقابل شخص النهاردة في يومك هيبقى بيثير اهتمامك بشكل كبير بفكرته أو حتى بخطته. هيبقى في بداية صداقة حلوة جدا، مصيرية جدا، فيها شراكة ناجحة جدا. غالبا ما هتبقى مرتبطة بأرباح في اليوم ده بإجراءات ممكن تبقى ضد القوانين اللي عندك، وهتبقى مواتية جدا ليك، وهتبتدي تستخدمها بخدمات طبية ونفسية أكتر علشان تعرف تنحدر من حياتك الماضية وتفتح دفتر يومياتك وأحلامك عشان تلحقها بشكل غامض أكتر في الفترة دي. يومك هيبقى مشغول جدا لأنه هتبقى متراجع لسه مع بلوتو لغاية ما يدخل برج الجدي. هينتقل ببطء جدا لغاية ما يدخل برج الدلو في العام ده والعام اللي جاي. هيغادر بلوتو الجدي لأول مرة في 23 مارس لما يبقى متوجه لبرج الدلو، لكن النهاردة هنستمر لأنه الوقت هيبقى بيهتم فيه بمعلومات كتيرة حتى لو كانت تافهة بالنسبة لينا. في حكايات واضحة، في معلومات، في ملاحظات منفصلة، ممكن يكون في تغيرات متكررة في عقلنا في الموضوع ده. هيبقى فيه وجود كبير نبقى مرنين من خلاله، سريعين في أننا نستوعب موضوعاتنا قبل ما يغير عطارد علامته بشكل مباشر. هنعرف تكون نكتسب فرصة، هنكتسب بيها ميزة عقلية أكتر هتبقى بتتلائم كليا مع عقلنا. الوقت مناسب عشان نكتسب فهم أحسن ونكتشف معلومات جديدة فيها ميزة حلوة جدا. الوقت حلو لو حبينا نتخلى عن كل حاجة هتخلينا مرتبطين بعناصر ضارة من ماضينا. هنأدي لي حالات واضحة جدا للعبور وتضخيم وتوسيع كل عواطفنا. هنتوقع كتير من مستويات الطاقة والدفاع اللي بتبقى عندنا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.